السلام عليكم. مين ما فينا بيعرف جهاز زند 5 الغني عن التعريف، صناعة الكورية، جهاز بيأمن لي مستوى آخر من ناحية التشخيص، فحص الأعطال ومسح الأعطال والبرمجة للسيارات الحديثة، سواء كانت كبيرة أم كانت صغيرة، اللي بتقدر تشتغلي على بطاريات 12 فولت وبطاريات 24 فولت. خليني أعرفكم على هذا الجهاز ونتعرف على مضمونه ونتعرف على طريقة استعماله. اهلا وسهلا فيكم اوتوماكس تول، الوكيل الحصري والمعتمد لشركه زند 5 في دوله الامارات العربيه المتحده. طبعا انا عامل فيديوهات سابقه عن جهاز زند 5، بس راح اعطيكم لمحه بسيطه، واللي هو جهاز 8 انش بالاضافه الى ذاكره 32، نظام اندرويد 9 وكاميرا 8 ميجا بكسل، بالاضافه انه جهازي بيشتغل عن طريق الكيبل، نقدر نوصله بالجهاز ونكنك ضمن السياره ونقدر نفحص عليه. تابعوني، خلينا نروح على السيارة. بعد ما صرنا بالسيارة وكنكنا الجهاز بالوصلة بالسيارة، بيجي على الماركات التجارية عند السيارة مرسيدس بنز، خلينا نضغط عليها، نضغط على أوتوماتيك سيلكشن، عطاني رقم الشاسة، نضغط على أوكي. هلأ عم يتعرف على السيارة وجاهز للفحص. رح نختار فحص الطوبيولوجي. هلأ مثل ما شايفين عم يفحص المنظومات بشكل سريع. المنظومة باللون الأبيض اللي بيعطيني إياها لسه ما انفحصت، أما المنظومة اللي بيعطيني إياها باللون الأخضر عم تنفحص وخالية من العطل، واللون الأزرق قيد الفحص، أما اللون الرمادي مثل ما شايفين معناته ما هو موجود بالسيارة. خلينا نروح على الطريقة الثانية يلي بيحب يفحص فيها على هاي الطريقة أو طريقة الطوبيولوجي. هلأ خلينا ندخل عليها سيستم سيرتش. بعد ما دخلنا هلأ عم يبحث بالنظام لاكتشاف الأعطال تلقائيا، عم يمسح جميع أنظمة السيارة والإبلاغ عن رموز الأخطاء، كمان بيوفر لي الوصول للوظائف والتشخيص متقدمة كل نظام. وهلأ مثل ما شايفين طلع لي 6 أعطال، الجهاز عم يحاول تلقائيا مسح الأعطال ومداركتها. هلأ عندي تحليل DTC وتحليل البيانات، مراجعة السجل، وظيفة خاصة، وشاشة المعلومات لوحدة التحكم الإلكترونية. لك العقل. هلأ بنجي على الخدمات. مثل ما شايفين عندي خدمات مثل الأويل ريست، مثل البطارية، استيل الكهربائي، والعديد من الخدمات مثل ما شايفينها. نجي على أويل ريست، ندخل على إعادة تعيين، باقي الخدمة، إعادة تعيين يدوي، وإعادة تعيين عن طريق الخطأ. وعندي باقي الخدمات. بعد ما شفنا الفيديو وتعرفنا على هذا الجهاز، تعرفنا على مضمونه، إن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. لطلب هذا الجهاز الرجاء الاتصال على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو. شكرا لكم.